ضمن مشروع مناهضة العنف السياسي الذي أطلقته مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدم الاشتراكي بالتعاون مع شبكة النساء العربيات من أجل التناصف والتضامن ثائرة وبدعم من الويستمينستر فاونديشن، أطلقت المفوضية برنامج بناء القدرات، وهو عبارة عن مجموعة دورات تدريبية تقدمها كل من مفوضة الشؤون النسائية في الحزب منال سعيد والخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي زينة عبد الخالق. وتهدف الدورات لتخريج مجموعة من المدربات في قضايا النوع الاجتماعي والعنف السياسي ضد النساء. وقد شاركت في أولى الدورات التدريبية مجموعة من النساء الحزبيات من كافة المناطق اللبنانية، على أن يتكرر البرنامج لمجموعة ثانية من مناطق أخرى. السبب الأساسي والأول لهذا النوع من التدريبات هو نشر الوعي عن موضوع مواضيع النوع الاجتماعي، ما هو النوع الاجتماعي وشو المساواة الجندرية، لأنه من خلال عملنا هالثلاث سنين اللي قطعوا اكتشفنا أنه بعد في مفهوم خاطئ عن المساواة القائم على النوع الاجتماعي، وفي بعض الأحيان يفسر بطريقة خاطئة مثل كأنه هي حرب بين النساء والرجال داخل الحزب أو داخل المجتمع. فحبينا نحن أنه ننشر هيدا الوعي لتفسير الفكر النسوي والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وهي اللي هي أساس موضوع العدالة الاجتماعية اللي هو أساس فكرنا الحزبي. سعيد لفتت إلى أنه من المقرر أن تنقل تلك المتدربات جملة المعارف والخبرات المكتسبة إلى كافة المناطق اللبنانية استنادا إلى دليل تدريب متخصص تم تزويدهن به، وذلك في إطار ورش عمل سوف تعمل المفوضية على تنظيمها في مختلف المناطق اللبنانية.